لصالون ريادة الأعمال اللي ينعقد من 12 13 14 فيفري بمدينة الثقافة في وسط العاصمة. 60 عارض جايين باش يقدموا الخدمات نتاعهم والحلول نتاعهم في مجال التمويل، في مجال المرافقة، في مجال الدعم لمختلف الباحثين الشبان اللي جايين يلوجوا على المعلومة. وتعرفوا أهمية المعلومة باش نجم أنا نبعث المشروع متاعي قد ما نربح الوقت، وقد ما نلقى المعلومة في المكان المناسب والوقت المناسب قد ما أنا عندي حظ أكثر باش المشروع متاعي نبعثه وباش ننجح فيه. كذلك ثم تقريبا 100 محاضر باش يكونوا موجودين. شكون هما المحاضرين هذوما؟ هما أصحاب مؤسسات، هما يعني دي ستارت أبور، هما خبراء يجيو ويقتسموا يتقاسموا التجارب نتاعهم مع مختلف الشباب اللي موجودين. احنا الشباب اللي مش يكون موجود لمده 3 ايام باش يعمل جو بالافكار وبالتجارب الباعثين الاخرين، لانه باش يتعرف على تجارب جديده، باش يعرف نقاط القوه ونقاط الضعف، باش هو اذا كان ثم شكون غلط هو ما عادش يغلط، واذا كان واحد نجح في حاجه كيفاش ينجم يبني على النجاح هذاك. وكذلك لمده 3 ايام وان شاء الله نهار الاربعاء عندنا 18 مبيعات شير باش يطلعوا على البوديوم باش يقدموا المشاريع نتاعهم دوفون لي انفستيسور، وباش يتم اختيار 6 افضل المشاريع، والسته هذوما باش يطلعوا اليوم الثالث وباش يفون بيتشي دوفون لي انفستيسور ايجالمون باش نختاروا 3. وثم العديد من الجوائز العينيه والماديه بحضور ان شاء الله السيد وزير الاقتصاد الرقمي اللي باش يحيي السيريموني هذه.